رجعنا لكم مشاهدينا ومع ثالث واخر فقراتنا اليومنا النهارده في بيت العيله، واللي هنتكلم فيها عن دور المراه في الحفاظ على البيئه. النهارده هنتكلم عن الحفاظ على البيئه من منظور مختلف. يعني ايه المراه ليها دور في الحفاظ على البيئه؟ وليه المراه بالذات؟ وهل المراه كائن بطبعه قادر على الحفاظ على البيئه او على الحفاظ على هذه الاشتراطات؟ طبعا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، النهاردة حوارنا عن علاقة البيئة بالمرأة، ده اللي هنعرفه مع ضيفنا اللي مشرفنا داخل الاستوديو. بيسعدنا يكون معانا دكتور وفيق نصير، استشاري الهندسة البيئية والتنمية المستدامة وعضو البرلمان العالمي للبيئة. أهلا بك معانا يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا دكتور وفيق. في البداية يعني أعرف منك يعني إيه البرلمان العالمي للبيئة؟ طبعا اولا خليني اقول بس الاول كل سنه وانتم طيبين، او بمناسبه اليوم العالمي للمراه، وربنا يحمي مصر دي اول حاجه، ويحسن من بيئتها ويخلي اليات التنميه المستدامه تمشي في مصر. نتكلم بقى على البرلمان العالمي للبيئه. البرلمان العالمي للبيئه ده فكره وجدت في عقول العلماء ان هم اكتر ناس حاسين بمشاكل الكره الارضيه، فابتدوا يعملوا جروبات على النت وابتدوا يعملوا مؤتمرات فعلية. المؤتمرات الفعلية دي ابتدت تناقش مشاكل الكرة الأرضية بصفة عامة، لأن البيئة ملهاش حدود، فبالتالي كلنا بنتكلم أكننا عايشين في بيت واحد اللي هو الكرة الأرضية. مش كل واحد بيتكلم على البلد بتاعته، لا، احنا بنتكلم بصفة عامة عن الكرة الأرضية وازاي نحافظ عليها، وبعد كده ندي التوصيات بتاعتنا للأمم المتحدة أو للحكومات أو واتيفر إذا طلبت، يعني علشان ندي رؤية للمستقبل. ده باختصار البرلمان العالمي للبيئة. طيب لو اتكلمنا بقى عن دور المرأة في الحفاظ على البيئة، كويس، إيه مدى اختصاص المرأة بهذه المسؤولية؟ طيب أول ما نتكلم عن المرأة خليني الأول أذكر لك حقائق تاريخية، لانه الموضوع ليه اليوم العالمي للمرأة دي اول حاجة. البداية كانت سنة في 8 مارس سنة 1908، ودي كانت اول مرة مظاهرة للمرأة، وكانت اسمها مظاهرة المرأة العاملة. ليه؟ لان المرأة اللي كانت بتعمل، مش اي مرأة فقط، وكان عنوان المظاهرة خبز وورود. وليها مطالب أساسية زي بالظبط عيش، حرية، عدالة اجتماعية. بس هي كانت الأول المظاهرة دي أولا كانت في مدينة نيويورك، وكانت بتطالب بتخفيض ساعات العمل، وقف تشغيل الأطفال، والحق في الانتخاب، لأن ما كانش عندهم الحق في الانتخاب. المطالب الخاصة بالمرأة. بعد كده ابتدت المظاهرات دي تبقى موجودة في أوروبا كلها بنفس التاريخ بالمرأة العاملة، لغاية لما جت الأمم المتحدة سنة 75 وفي نفس التاريخ برضو 8 مارس وأقرت اليوم العالمي للمرأة. خلاص. وهنا بقى خليني أقول لك يعني الأول إن هي لما أقرت هذا في آخر بقى اتفاقية اللي هي اتفاقية التنمية المستدامة اللي مصر وقعتها مع اكتر من 200 دولة على مستوى العالم، يعني الكرة الارضية بصفة عامة، اللي هي بتبدأ من 2015 تنتهي في 2030، كان في بندين مهمين على المرأة، منهم تمكين المرأة والحاجات دي كلها. وفي ترند كده او اصطلاح طلعوه اللي هو كوكب 50-50. ده ترند كده استخدموه، كوكب 50-50، معناها ان 50 مرأة و50 رجل، بحيث ان هي المساواة يعني. تمام. بس خليني اقول لك بقى، انت بتقولي تمام، بس خليني اقول لك ان هم ضحكوا عليكي في الموضوع ده، لان المرأة مش نص المجتمع. انا في رأيي المرأة هي المجتمع كله. ده رأيي انا كمان. المرأة فعلا هي المجتمع كله. اصلح من حال المرأة تنصلح حال البيئة. صحيح. والموضوع مش ان انا على فكره ان انا امكن سيده حاصله على الدكتوراه ولا بتاع واديها منصب والحكايه، هي مش محتاجه تمكين ولا محتاجه كوتا. هي محتاجه انها تاخد فرصه عشان تثبت جدارتها. بالظبط. يعني هو الموضوع مش ان انا اجيب حد واحطه في منصب وشهاده الدكتوراه والحاجات، لا، الموضوع اصلاح الملايين بل بلايين السيدات على كوكب في الكوكب. مش بس في مصر طبعا، مصر ليها مشاكلها الخاصة اللي هنتكلم عليها بعد كده.
لكن الموضوع في ال 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 الكوكب بصفه عامه عنده مشاكل بالنسبه للمرض. وخلينا حتى نرجع للامثال الشعبيه، لما برضو لما سالوا جحا فين بلدك، قال اللي فيها مراتي او فيها امي، واخد بالك؟ فبالتالي هي اساس الارض. وطبعا برضو حقائق تاريخيه ان الدين الاسلامي بجل المراه من الجاهليه، يعني الجاهليه كان بتضطهد المراه، هو بجل حتى الزواج الاربعه وما ملكت ايمانكم، فده كان حمايه ليها من العنوسه اللي هي ظاهره عندنا دلوقتي. يعني طبعا الدين المسيحي بجلها في السيده العذراء عليها السلام، يعني تجلت المسيحيه في السيده العذراء. اقواهم بقى الدين اليهودي، الدين اليهودي لا تنتقل الديانه اليهوديه الا عن طريق الام، لا تنتقل عن طريق الاب، فده يعني اكتر من كده تبجيل. فدي من ضمن الحقائق التاريخيه اللي احنا عايزين نتكلم عليها. بس اصلاح المراه بقى ده موضوع كبير، وازاي نعمله، وانا على فكره عامل جمعيه اسمها المراه والبيئه عشان ادمج الاثنين مع بعض. حضرتك تقصد ايه باصلاح المراه؟ اصلاح احوال المراه يعني؟ اصلاح احوال المراه. اصلاح احوال المراه في العالم له مظاهر، وفي مصر ليها مظاهر اخرى. يعني احنا مثلا عندنا مشاكل كبيره جدا، اللي هو مثلا انت عندك دلوقتي ظاهره الختان في مصر دي اعلى نسبه في العالم، وفي قانون، والسعوديه اقرت انه مش الاسلام، فلغايه دلوقتي هي لسه ليه بتتعمل بالنسب العاليه دي؟ دي من ضمن بتروح فيها ارواح بنات كتير كمان. بالظبط النسبه كده. قلت والوعي زاد لكنها ما زالت موجوده. بالظبط كده. فبالتالي دي من ضمن الحاجات، حاجات كتيره بقى، ان احنا مثلا الزواج المبكر، الزواج المتاخر، العنوسه يعني الزواج المتاخر، البطاله، الاضطهاد في العمل، او في النهارده البنت علشان تمشي في الشارع من غير تحرش بيقولوا لها استرجلي، في سواء في لبسها او في مظهرها او في ويمشي زي العسكري. بالظبط كده، هو في تصرفاتها. فبالتالي انا بقضي على طبيعه الانثى. دي من ضمن الحاجات اللي احنا ازاي بقى نحلها، ده يمكن السؤال الثاني بتاعك. طيب خلينا نتكلم في طبيعه العلاقه بين المراه والبيئه، ايه العلاقه اللي بتربطها؟ بصي، هو بدايه احنا بنقول ايه، ماذر ايرث. ماذر ايرث يعني الارض الام. واخده بالك؟ فبالتالي احنا كلنا عارفين ان الام في البيت بيبقى البيت منظم مرتب، بنحافظ على الريسورسز اللي موجوده في البيت، بنحافظ على الانفايرمنت بطريقه طبيعيه. الحاجات دي كلها دي بيستقيها الابن من الام. فبالتالي العلاقة وثيقة بين الأم والأبناء، فعشان كده أنا بقولك هي كل المجتمع مش نص المجتمع. يعني هي اللي بتطلع الرجل. وبالتالي لو أصلحنا من حالها هنصلح من حال البيئة بصفة عامة. طيب احنا يعني كل سنة في نفس الميعاد، شهر مارس معروف ان هو شهر المرأة، باليوم العالمي للمرأة واليوم المرأة المصرية ايضا، وعيد الام كمان. كل سنة في شهر مارس بنتكلم في التعديل من احوال المرأة بشكل عام، وكيفية النهوض بالمرأة، وكيفية تمكين المرأة. ولكن هل حضرتك شايف في مجتمعاتنا العربية او الشرقية هناك نية ما لاصلاح هذه الاحوال الخاصة بالمرأة؟ طبعا هو لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، اكيد. فاحنا لازم دائما وابدا بنحاول. المحاولة دي جايز في بعض الاحيان تلاقيها ملموسة بطريقة كبيرة، وفي بعض الاحيان حسب ظروف اخرى. ليه؟ لان احنا دلوقتي احنا طبعا بنقول ربنا يحمي مصر من اللي حواليها، يعني دي حاجة احنا دلوقتي كلنا بنفكر فيها، من الحروب ومن الارهاب ومن الحاجات الكتيره دي. لكن على ان باراليل يعني بالتوازي لازم نصلح حال المجتمع. ليه؟ لان في حاجه اسمها التنميه المستدامه. التنميه المستدامه ليها ثلاث محاور اساسيه، البيئه والاقتصاد وعلاقات المجتمع والافراد ببعضه. لو بوظت اي حاجه من الثلاثه
اللي هي تيجي نمرة ثلاثة بالذات ونمرة هل اتنين في برضو. أولوية فيهم ولا الثلاثة متوازيين؟ التلاتة متوازيين، لأن هو التلاتة بيكونوا حاجة اسمها التنمية المستدامة. فبالتالي لو بوظت أي واحدة منهم هتبوظ المنظومة كلها. العلاقات الأفراد والمجتمع هي علاقات بين الرجل والأنثى، هي علاقات في كيفية المجتمع بينظر للأنثى بطريقة خاصة. ليه؟ لأن هي زي ما قلت لك هي المجتمع، فيبقى نبتدي بيها. وبعد كده هتبص تلاقي إن الطفل الصغير هيكبر وينشأ على احترامها وعلى التعامل معها بطريقة طبيعية، بحيث ان انا في النهاية ما خليش مجتمع، لا مؤاخذة في الكلمة، يعني مجتمع المسخ. انا عايز مجتمع يبقى طبيعي، الانثى انثى والرجل رجل، لكن مجتمع المسخ ده بيؤدي لدماره في النهاية. الحلول لهذا كثيرة، وانا لسه لغاية دلوقتي يعني انا عايز اتكلم فيها، لان احنا لغاية دلوقتي لسه ما مشيناش على الطريق الفعلي. إيه الحلول؟ لهذه الحلول نقدر نوصل لها ازاي؟ ابسط حاجة انا فكرت في الاشياء البسيطة الاتية. اولا، فين برامج الاطفال في التلفزيون؟ اختفت. دلوقتي برامج الاطفال بقى كله توك شو وكلام حلو، لكن البرامج الصغيرة اللي تعلم الطفل ازاي يحافظ على البيئة، الطفل طبعا هيبقى انثى وذكر، فالطفل ده هيتعلم من بدايه حياته في البيت من قبل ما يروح المدرسه خالص ازاي يحافظ على البيئه. تاني حاجه، في اعلانات تتعمل للتوعيه. تالت حاجه، اني انا بدخل البيئه في كل الاعمال الفنيه. اعمال الفنيه النهارده احنا كلها حرب ودمار وبلطجه وحاجات كتيره من هذا القبيل، وفي نفس الوقت ما بديش اي رسالة ولو حتى indirect، يعني غير مباشرة، بان انا بحافظ على البيئة ازاي. يعني عايز انا احط الاعمال في الاعمال الفنية كلها ان الناس وهي تستمتع وبتضحك، سواء الفيلم تراجيدي ولا كوميدي ولا واتيفر، انه طلع بحتة من غير ما يحس اسمها البيئة، وانه حافظ عليها ازاي. لما بس انا تخيلت ان حضرتك هتقول في ترتيب الاولويات هتقول المدرسه او البيت. لا، تخيلي ان انا قبل ما اخش المدرسه، انا كل ده بتكلم على الطفل اللي هو اللي ما قبل الدراسه، اللي هو ما دخلش المدرسه لسه. بقى المدرسه ده اساسي ومناهج مهمه جدا للبيئه. وعلى فكره المناهج نفسها تختلف، ممكن تختلف من محافظه لمحافظه ومن مكان لمكان. ليه؟ لان مثلا لو انا عايز قاعد على مدينة ساحلية قدامي البحر، اقعد اعلم الطفل ده ازاي احافظ على البحر، وازاي الشيء لما يزيد عن حده يقلب لضده، يعني الصيد الجائر، ما اقعدش اصطاد بطريقة قوية، مرميش المخلفات في المية. طبيعة المجتمعات عادة بتختلف بطبيعة المناخ كمان. بالظبط كده. اللي قاعد في طريقة في ارض زراعية بعلمه ازاي احافظ على الارض الزراعية دي، وما اقطعش الشجرة بدون سبب، وما بوظ ما اعملش تلوث، وما رميش في المصارف. اللي قاعد في منطقه صحراويه زي محافظه الوادي الجديد، ازاي بحافظ على الواحات، وازاي بنميها، وازاي بستغلها الاستغلال الامثل، من غير برضه ما اجهض الموارد الطبيعيه بتاعتها. فدي كلها التعليم في المدرسه. التعليم في المدرسه ده له مناهج، وممكن تختلف من محافظة الأخرى. ما تبقاش كلنا، احنا ليه كلنا عايزين نبقى زي بعض؟ ليه كلنا، ليه بنطلع اسطمبة زي ما يكون كده مصنع بيطلع ناس؟ لا، انا عايز كل واحد يبقى له متميز عن الاخر. يعني له حاجة، هو طبيعة المكان، طبيعة البشر، طبيعة تفكيره، يبقى هو متميز بشيء معين. بس دي من ضمن الحاجات اللي احنا طبعا بقى ناهيك على ازالة الضرر عن الانثى. ازالة الضرر عن الانثى في انك انت حاجات كتيرة في مصر بتحدث، واحنا لسه لغاية دلوقتي مش عارفين نتخذ فيها حلول جوهرية وتصديات فعلية. ليه الختان بيحصل لغاية دلوقتي؟ طبعا مش هقول التحرش، لان التحرش دون الاند ريزلت، يعني دون مش هو، انا مش هاجي على الاند ريزلت وامنعها.
لا ده في ستيبس كبيره قوي المفروض ان هي تحدث عشان الاند ريزالت دي ما تحصلش. بس ده ازاي سبب نهائي وهو مترتب على سوء الاخلاق او التربيه ما هو او عشان كده مفاهيم انا قلت الخطأ؟ لك التوعيه في اللي انا قلتها دي كلها في التلفزيون، في الاعلانات، في الاعمال الفنيه، في المناهج الدراسيه، وبعد كده بوصل لان انا ممكن ان انا اوصل لان مفيش تحرش، مفيش حاجه، الناس طبيعيين، الانثى انثى والذكر ذكر، وفي طريقه طبيعيه للتعامل. النهارده انت حتى لما اوحيتي للانثى بان هي بتتحرش 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 بقى اي شيء طبيعي تفتكره تحرش. يعني لو واحد مثلا قال لواحده ممكن نتعرف، ودي سمعتها كتير، تقول هو كل الناس بقت متحرشه، طب هو الراجل يقول ايه علشان انت يبقى في تعارف طبيعي، والتعارف ده ممكن يؤدي لزواج، ممكن انت طبعا الرد يبقى سهل، يا اما ايوه انا ممكن اتعرف، لا انا مش ممكن اتعرف. فهي حولت هذا السؤال الطبيعي اللي ملوش اي حرج الى سؤال غير طبيعي، بقى هو غير طبيعي. ليه؟ لان انا كمان اوحيت لها بانها معرضه للخطر، فبالتالي هي ماشيه محترسه، اي حد يقول لها اي حاجه هي في حاله فوبيا. فبالتالي ده كله نتيجه لان مفيش تسلسل طبيعي للفكر يوصل للنتيجه الطبيعيه اللي احنا عايزينها. طيب انا عايزه من حضرتك دلوقتي كلمه في عيد المراه او في يوم العالمي للمراه، وكمان ليوم المراه المصريه، تقول ايه لكل امراه؟ بصي، اول حاجه انا بس عايز انوه لك على مشاكل البيئه في العالم، عشان برضو احنا هقولها لك في عجاله، لان هم 15 مشكله. لا مش هنلحق ال 15. لا ده انا هقول لهم تايتل بس. اتفضل. ليه؟ علشان في الاخر هحمل المراه، مش هحملها، لا هحمل المجتمع انه يعتني بالمراه اولا علشان تتحل هذه المشاكل. اتفضل. فيبقى النقطة ان احنا مثلا احنا عندنا مشاكل العالم دلوقتي باختصار: واحد التلوث، اثنين الاحتباس الحراري، ثلاثة زيادة السكان اللي هيوصلوا ل 50 مليار، سوري 9 مليار في سنة 2050، الاستهلاك الزائد للموارد الطبيعية، المخلفات اللي بقت بجميع اشكالها، تغير الطقس، ضياع التنوع البيولوجي البيودايفيرسي، ضياع الغابات الطبيعية، زيادة حموضة البحار والمحيطات، ثقب الأوزون، الأمطار الحامضية، تلوث المياه، انتشار السكان على الكوكب وخصوصا في الأماكن البكر الرورال ارياز، الاضطرابات في صحة الإنسان وانتشار الأمراض، الهندسة الوراثية، وتغير الجينات في الزراعة والأطعمة والحيوانات والإنسان. دول ال 15 مشكلة اللي الشغل الشاغل للجميع العلماء اللي انت سالتي عليهم بالنسبه ما بيقلوش ال 15 مشكله دي مع ما بيقلوش للاسف. ما فيش منهم مشاكل بتختفي يعني زي ما هم؟ ما بتختفيش، ما هو عشان كده انا بذكرهم. ليه؟ لان بصي، انت سالتي على البرلمان العالمي للبيئه في الاول، وانا عايز اقول لك انما كلمه من الدين، انما يخشى الله من عباده العلماء. يعني العلماء هم اللي بيخشوا ربنا. ليه؟ لان هو كل ما بعرف اكتر كل ما بخاف اكتر، وبقول سبحان الله فيما خلق. وبعدين يرجع برضو يقول لنا: وما اوتيتم من العلم الا قليل. يعني احنا دائم البحث صحيح، لكن المعرفه الكامله محدوده. صحيح. انت كنت بقى عايزه تسالي ازاي بالنسبه للمراه، اخر سؤال بقى اللي انت قلتيه، توجه كلمه للمراه. اوجه كلمه للمراه، اقول لها اول حاجه: ربنا يكون في عونك. ليه؟ لان انت في بلد مضطهده فيه، طبعا مش بس مصر، يعني انا بتكلم بصفه عامه في كوكب انت لسه مضطهده فيه، تختلف النسب من بلد لاخرى، لكن في مصر ليها مقاييس انا ذكرتها قبل كده. المقاييس دي لازم تختفي. تمام. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، يا ريت بقى نحط ايدينا في ايدين بعض علشان تتحسن بيئه مصر، وربنا يديمها علينا نعمه، ونحمي مصر والتنمية المستدامة ترجع لأرض الكنانة.
بشكرك دكتور وفيق نصير على وجودك معانا، شرفتنا ونورتنا. كان الله. معانا دكتور وفيق نصير، استشاري الهندسة البيئية والتنمية المستدامة وعضو البرلمان العالمي للبيئة، وشفنا معاكم النهاردة 3 فقرات. بنتمنى ان شاء الله يكونوا عجبوا حضراتكم. بكرة ان شاء الله هنشوفكم قبل دلوقتي بساعة ونص. تصبحوا على خير.